وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. تعيش المستشفيات والمراكز الصحية في العاصمة اليمنية صنعاء أوضاعا إنسانية صعبة جراء نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وعلى الرغم من إطلاق المنظمات الإنسانية نداء للسماح بإيصال المساعدات العاجلة إلى الشعب اليمني، ما يزال تحالف العدوان على اليمن مصرا على تشديد الحصار ومنع فرق الإغاثة من الدخول. لا تهدأ مستشفيات العاصمة اليمنية صنعاء، في كل يوم لها موعد مع الشهداء والجرحى، فرادى وزرافات يحجون إليها، هم ضحايا العدوان السعودي الأمريكي المتواصل على اليمن، ضحايا ما فتئت حصيلتهم تتزايد مضاعفة أعباء المستشفيات والمراكز الصحية. منذ 7 أيام تعيش هذه المنشآت معاناة حادة. نقص المستلزمات الطبية والمواد الحيوية لعلاج المصابين أبرز وجوه تلك المعاناة، تضاف إليها تضاؤل القدرة الاستيعابية جراء ارتفاع أعداد الضحايا. هذا الوضع السلبي المتفاقم لا تجد التنبيهات إليه آذاناً صاغية لدى المعتدين، على الرغم من إطلاق اللجنة الدولية للصليب الأحمر نداء للسماح لطائراتها بالتوجه إلى اليمن، ما تزال طائرات الصليب المحملة بمواد طبية في جيبوتي بانتظار الإذن الرسمي للتوجه إلى العاصمة الأردنية ومنها إلى صنعاء، إذن من نوع آخر منع عن منظمة أطباء بلا حدود. قيود التحالف المعتدي المفروضة على المطار والملاحة البرية أوقفت المنظمة عن إرسال فرق وإمدادات إلى داخل اليمن. الداخل المشتعل بنيران الحرب السعودية الشعواء يبدو معرضاً لمزيد من النزيف الإنساني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرحم الراحمين. صوتيات البشرى الإسلامية تقدم بيانات الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. هذا البيان يلقيه إليكم أحد أنصاره إلى الله، والبيان بعنوان من الإمام المهدي إلى الزعيم علي عبد الله صالح والسيد عبد الملك الحوثي وصاحب السمو الملكي سلمان بن عبد العزيز آل سعود وقادات العرب والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على كافة الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى خاتمهم محمد رسول الله وآلهم الطيبين وجميع المؤمنين في كل زمان ومكان إلى يوم الدين، أما بعد، فاتقوا الله الواحد القهار واستجيبوا لدعوة الاحتكام إلى محكم القرآن العظيم لنحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون في دينكم،
وننسف تعدد الأحزاب المذهبية والسياسية في دين الله، فتصبح بنعمة الله إخوانا. فإن كنتم مسلمين فاستجيبوا لدعوة الاحتكام إلى آيات الله المحكمات البينات في القرآن العظيم، ولن تستجيبوا إلا إذا كنتم لا تزالون مسلمين، تصديقا لقول الله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. صدق الله العظيم. وأشهد الله وكفى بالله شهيدا أن الإمام المهدي ناصر محمد اليماني، أدعو صاحب السمو الملكي سلمان بن عبد العزيز، والزعيم علي عبد الله صالح، والسيد عبد الملك الحوثي ومن والاهم من كافة الدول، إلى أن يستجيبوا لدعوة الاحتكام إلى كتاب الله القرآن العظيم لحقن دماء المسلمين في اليمن وفي كافة الدول العربية والإسلامية. وربما يود أحد السائلين أن يقول: يا ناصر محمد اليماني، إنما يفقه آيات الله بالقرآن العظيم هم العلماء. فمن ثم نرد على كافة السائلين ونقول: إن حكم الله بينكم قد جعله الله في آيات محكمات من آيات أم الكتاب، يفقهها كل مسلم ذو لسان عربي مبين، كونها آيات بينات لعلماء الأمة وعامة المسلمين. وعلى سبيل المثال، حين تجدون ناصر محمد اليماني يحكم بتحريم التعدد الأحزاب المذهبية والسياسية في دين الله، ومن ثم تجدوننا نأتي بحكم التحريم من محكم القرآن العظيم تصديقا لقول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. وتصديقا لحكم الله في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. والقرآن العظيم يخاطب من أسلم لله رب العالمين في كل زمان ومكان بعدم التفرق في دين الله، كون تفرق المسلمين إلى شيع وأحزاب تحت مسمى المذهبية هو السبب الرئيسي في فشل المسلمين، حتى صار حالهم كما هم اليوم، يقتلون بعضهم بعضا وذهبت ريحهم، تصديقا لفتوى الله في محكم كتابه: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. وإني الإمام المهدي ناصر محمد اليماني أشهد الله وكفى بالله شهيدا أني لا أنتمي لأي من الأحزاب المذهبية والسياسية ولست منهم في شيء جميعا، تصديقا لقول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. فهل هذه الآيات لا يفقهها إلا علماء المسلمين، أم إنه يفقهها علماء الأمة وعامة المسلمين؟ كونها آيات بينات لكل ذي لسان عربي مبين، ولا يكفر بها إلا الفاسقون، تصديقا لقول الله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. صدق الله العظيم. فاسمعوا وعوا لما سوف نفتيكم به بالحق، مزكيه بالقسم بالحق، قسم المهدي المنتظر، وليس قسم كافر ولا فاجر. وأقسم بالله الواحد القهار أنكم لن تجدوا حلا لما يحدث في اليمن،
وفي البلاد العربية والإسلامية حتى تستجيب لدعوة الاحتكام إلى الله رب العالمين. وما على الإمام المهدي إلا أن يستنبط لكم حكم الله من محكم كتابه، بل الله هو الحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون في دين الله، تصديقا لقول الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم. صاحب السمو الملكي سلمان بن عبد العزيز، وفي الحرب على اليمن بحجة تحقيق أمن المملكة من التمدد الشيعي، فقد قتل كثير من الأبرياء والضعفاء والمساكين بسبب العاصفة. واستجب وقادات الأحزاب في اليمن إلى الاحتكام إلى كتاب الله القرآن العظيم، فلن يسود الأمن والأمان في الجزيرة العربية وفي كافة الدول الإسلامية إلا بنفي التعددية المذهبية والسياسية في دين الله. فإن استجبتم أصبحتم بنعمة الله إخوانا، ولا نريد ملككم ولا ملكوتكم جميعا، إلا أن تحكموا بما أنزل الله حتى لا تكونوا ظالمين لأنفسكم ولأمتكم، تصديقا لقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. أليس حكم الله بينكم بالحق هو خير من حكم الأمم المتحدة على الظلم التي لا تنطق بالحق إذا لم يصب في مصالحهم؟ أليس حكم الله هو أحسن حكما وأقوم عدلا؟ وتذكروا قول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله العظيم. فما خطبكم تستهينون بدعوة الإمام المهدي ناصر محمد اليماني الذي يدعوكم إلى الله ليحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون؟ هل تأمن مكر الله؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ويوشك الله أن يغضب لكتابه، ثم لتجدون لكم من دون الله وليا ولا نصيرا. ويا أيها الزعيم علي عبد الله صالح، ويا أيها السيد عبد الملك الحوثي، كونوا صادقين مع ربكم ومع أنفسكم ومع شعبكم، وأذعنوا للاحتكام إلى كتاب الله القرآن العظيم، لتنقذوا شعبكم ويمنكم من شر أنفسكم ومن شر أوليائكم ومن شر طوائف الأحزاب ومن شر سلمان بن عبد العزيز ومن شر أوليائه وحلفه. واعلموا أن الإمام المهدي ناصر محمد اليماني إمام السلام في العالم، يسعى إلى تحقيق السلام العالمي بين شعوب البشر، وإلى التعايش السلمي بين المسلم والكافر، ويحرم كافة أنواع التطرف والإرهاب، فلا إكراه في دين الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وما علينا إلا البلاغ، وعلى الله الحساب. وجعل الجنة لمن شكر والنار لمن كفر، وقال الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشمي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق الله العظيم. وما أمرنا الله أن نكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، تصديقا لقول الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. صدق الله العظيم. ألا وإن الإمام المهدي لا يعلن حرية العباد، فمن استجاب إلى عبادة الله وحده أنجاه الله من عذاب الحريق، ومن عبد غير الله غوى وهوى وكأنما خر من السماء وتخطفه الطير أو تهوي به الريح إلى مكان سحيق. ألا وإن مبدأ حرية العبادة هو بين العبيد فاعبدوا ما شئتم، وإنما علينا البلاء، وعلى الله الحساب، الرب المعبود وحده لا شريك له. وليست حرية العبادة بين العبيد حكم الإمام المهدي من عند نفسي، بل حكم الله في محكم كتابه في قول الله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني،
فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. صدق الله العظيم. وإنما الأحكام الجبرية التي سوف يطبقها المهدي المنتظر على كل البشر المسلم منهم والكافر هو تطبيق حدود الله التي تمنع ظلم الإنسان لأخيه الإنسان حتى نمنع الفساد في الأرض فنحمي المسلم ونحمي الكافر من ظلم بعضهم بعضا. ويا معشر المسلمين وكافة العالمين فلتعلموا أن الله بعث الإمام المهدي ناصر محمد اليماني رحمة للعالمين، فقد ملئت الأرض جورا وظلما ونريد أن نملأها بإذن الله قسطا وعدلا، فنحقق السلام العالمي بين شعوب البشر، ونحقق التعايش السلمي بين المسلم والكافر، وننفي الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وألوانه، ونرسل مبادئ الحق والدستور الرباني رحمة للعالمين. فاستجيبوا لدعوة الاحتكام إلى كتاب الله يا معشر المسلمين والنصارى واليهود، خير لكم فتصبحوا بنعمة الله إخوانا. فليس لدى الإمام المهدي ناصر محمد اليماني عنصرية ولا طائفية ولا مناطقية ولا عرقية ولا حمية الجاهلية، بل نحكم عدلا بالقول الفصل وما هو بالهزل. فإذا لم يعجبكم بياني هذا فكدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، نعم المولى ونعم النصير، أليس الله بكاف عبده؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خليفة الله وعبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني. سيأتي المهدي لما المأتي يجي، وأنا بدي تسمح لي، أنا بمثل للناس فيه وفيك وأضرب الأمثال، والله لا أذيك ولا أذي نفسك، شكر الله لك. الناس بينتظروا المهدي، ماذا تريدون من المهدي؟ يعني غفل الناس عن علم مهم في المهدي اللي هو اسمه. شو اسمه؟ لا لا مش محمد بن عبد الله، أبدا، بالعكس التابعين أعلم مني ومنك، ما كانوا ينتظروا محمد بن عبد الله. محمد بن سيرين تعرفه من علماء التابعين، كان يعلمهم عن المهدي، قالوا له عمر بن عبد العزيز المهدي، قال لا، ما قالهمش هذا عمر وهذاك محمد. فالتابعين والأعيان بينتظروش محمد الأسم، بالعكس فيما اللي بتسموه المنطق اسمه كل أسم إلا محمد، لأنه محمد لا يواطئ محمد، الشيء يواطئ غيره ولا يواطئ نفسه، فإله أي أسم إلا محمد. لما قال يواطئ اسمه يواطئ اسمي، واسم أبي اسم أبي، فقد يكون اسم أبي اسم أبو النبي، إنما الأسم مواطئة. فلاحظ يعني الحديد يواطئ مثلا معدن ما، ولكن الحديد لا يواطئ الحديد، الحديد يواطئ شيء آخر. إنما غفلوا عن المهدي، لأن النبي لا يعدنا بملك ولا يعدنا بزهرة الدنيا، يعدنا بالهدى، هو بما جاءنا بالهدى. فإذا ورث وراءه أو وعد وراءه بما يعدنا بهدى، فهذا الذي ننتظره، ننتظر منه ماذا يا شيخ؟ هدى. فإذا كنا ننتظر هدى حقيقة، النبي مهدي، المهدي كله وآلاف آلافه نضيع في النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن هدى. فإذا حقيقة نريد المهدي، هاي القرآن وهي النبي. إذا جاءنا المهدي بشيء غير القرآن والسنة أنكرناه. من الآن أقول لكم لا تصدقوا المهدي إذا جاءكم بشيء ليس في القرآن وليس من حديث جده محمد عليه الصلاة والسلام. فبالتالي ماذا تنتظرون إلا أن يقول المهدي؟ قال الله، قال رسوله. فإن كنتم تنتظرون هذا فقد قال الله وقال رسوله، فماذا تنتظرون من المهدي؟ ولكن أحرج عليكم وأنصح لكم، أخشى إذا جاءكم أن تعصوه. فهنا يطرح هذا السؤال، أنه لماذا هذه القلة
في عدد أصحاب الإمام، في نصرة الإمام. شنو السبب؟ ليش؟ هل الناس لا يعرفون الإمام؟ هل الشيعة منشغلين بأنفسهم؟ هل هناك شائعات ضد الإمام موجودة مؤثر على الناس؟ يعني هذا خلوا في بالكم. مثل ما طلعت شائعات وتهم وافتراءات على رسول الله حينما تحرك وأعلن دعوته، كذلك بالنسبة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تبدأ الفئات الضالة المضلة، أصحاب المصالح أو رؤساء سواء كانوا من رؤساء سياسيين أو رؤساء مذاهب، هؤلاء لا يرون في حركة الإمام مصلحة لأنفسهم، بل يرون أن القضية في ضررهم، لذلك يبدأون بإلقاء شائعات وتهم وافتراءات على الإمام، كما قريش بدأت تفتري على رسول الله. قريش يعني رسول الله من قريش، من هؤلاء الأقارب لاقى رسول الله أكثر من الأباعد، كذلك الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه.